هذا طريق المطار. عمر الصين، تاريخ الصين ما كان طريق المطار فاضي بهالطريقة هذه، سبحان الله. مدينة مهجورة. بدأ انتشار فيروس كورونا في 12 كانون الأول 2019 في مدينة ووهان في الصين، وقد رجح العلماء أن مصدره هو الخفافيش، منها انتقل للإنسان وسرعان ما تحول لوباء عالمي تحذر منه منظمة الصحة العالمية. فهو قد أصاب أكثر من 65 ألف شخص حتى اليوم، توفي منهم أكثر من 1500 حالة. يعرف الفيروس حالياً باسم كوفيد-19، وهو ينتشر في 29 دولة، وطبعاً غالبية المصابين هم في الصين التي فرضت الحجر الصحي بعدد من المدن وقامت بعدة إجراءات قاسية على السكان في محاولة للتخفيف من انتشار المرض. يسبب فيروس كورونا التهابات في الجهاز التنفسي، حمى، سعال، ضيق تنفس، إسهال وفشل كلوي وصولاً حتى الوفاة. لوحظ مؤخراً تركيز عال لغاز ثاني أكسيد الكبريت فوق مدينة ووهان ومحيطها، ورغم أن هذا الغاز ينتج أساساً من النشاط البركاني أو محطات توليد الطاقة أو المنشآت الصناعية أو عملية حرق النفط أو الفحم الحجري، إلا أن الكثيرين قد ربطوا ذلك التركيز المفاجئ بحرق جثث المصابين بفيروس كورونا، نظراً لانبعاث ثاني أكسيد الكبريت من حرق الجثث والمواد الطبية أيضاً. اليوم اعتبرت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا أنه العدو الأول للبشرية، ودعت جميع الدول للاستعداد لاستقباله. من هنا نتساءل عن حجم الكارثة الفعلية، وما هي الوسائل المتاحة أمام البشرية لاحتواء وباء قد يهدد وجودها؟